شوف عم يمسولك. لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. تعال عمو عم يحكوا معك. حاج مسخرة. خلينا نمشي يلا، تأخرنا. يلا قومي يا بنت، يلا اطفيها وخلصينا بقى بسرعة. ما رح اقطفى، ما رح اقدر، لازم خليهم عايشين ليعبدوا الله. هي صورتها. والله أنا ما عم صدق، معقول تزور قبر أهلها لحالها؟ أنا ما كنت أسمح لها تروح مع حدا. لك حتى إذا البنت راحت لحالها فما رح تعرف الطريق، بلكي صار مع البنت شي لا سمح الله. بترجاك تلاقيها فورا. لك هاي حبيبة قلبي، ما فيني أعيش بدون لحظة واحدة. هاي حفيدتي زهرة، هاي حبيبة قلبي. يا حضرة الضابط ساعدني. ولا يمك يا بيك، رح ندور عليها جنب المقبرة، ونحن رح نخبر كافة وحدات الشرطة ورح نلاقيها. طمن بالك، ما في داعي انك تتوتر. لك طفلة وين بدها تروح؟ ايه ما بدك لهالقد، ابوك عم يبالغ. وين بدها تروح يعني؟ بتكون هربت اكيد. ومين ضرب على ايدها وقال لها تطلع؟ انسى. انا رح روح ونحن منضل على تواصل. شو صار عمو؟ ليش لفيت ورجعت؟ انت رجعت مشان ما ياخذوني الشرطة على البيت مو هيك عمو؟ شكرا إلك. ولا حرف، هاد الطريق مختصر لهيك لفيت. نفسي عم تلهي، رح استفرغ. ممكن توقف شوي؟ بس شوي يا عمو.
شو لازم أعمل؟ شو هالمصيبة؟ لازم أخلص. شو صاير لي؟ هيك صعبة. يلا يا رجال، يحيى الوطن، 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 بنتي، يحيى الوطن، حبيبتي. زهرة، زهرة، لك وينك؟ زهرة، وينك؟ زهرة، زهرة، أنا هون. عمو خفت علي مو هيك؟ لا تخاف عمو، أنا بعرف أسبح، أمي علمتني. تعال بسرعة. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.